بقى الحقيقة حسيتي بإيه؟ قالت لي لا أول حاجة أساعد معاك ما سيبكش، وسبت كده الدنيا كلها وبقيت معاها. تعوز حاجة بعملها لها، يعني مرة تتصل عليا تقول لي أنا نفسي، ما عندهاش هي ولا بتجهز ولا حاجة، الصبح بدري أنا عايزة أكل بامية ولحمة ومش عارفة إيه، لحد أول إمبارح الساعة 6 الصبح قمت عملت لها الأكل عشان ياخدوا معاها، وبتيجي تحميني كمان كل أسبوع. قولي لي حاجة نادية، أنت فين ابنك؟ ابني مسافر راح إيطاليا. من كام سنة؟ 15 سنة. ما بيسألش عنك؟ ما بيسألش عني خالص. ما حاولتيش تكلميه؟ ولا أعرف طريقه يعني. جاب الأسوأ دي منين؟ ما فيش رحمة. مش عارفة يا أستاذ عمرو، والله العظيم يا أستاذ عمرو. اسمه ايه ابنك؟ اسمه هشام. هشام ايه؟ محمد حسن. هشام محمد حسن. ايوه. في واحد يا جماعه اسمه هشام محمد حسن عايش في ايطاليا، وانا عارف ان ارسال قناه الحياه بيصل الى العالم كله، فاللي هو سامعني يبقى كويس، ولو مش سامعني يبقى يا ريت حد يبلغه يقولوا له ان عذاب الدنيا غير عذاب الاخره، وانت لم تبر امك لا في الدنيا فمش ممكن ابدا ابدا هيبر بيك في الاخر. الحمد لله. انت رميت امك اللي رجليها مقطوعه وفقد البصر، وكان اول حاجه لازم تعملها تبقى انت درعها. اللي بيخدم امك جارها ومراته، والاولى بيه ابنها اللي ما عندوش ذره انسانيه ولا رحمه بامه، سابها مرمية وهي في سن الموت. فقدت الإحساس وكما تدين تدان، وزي ما رميت أمك بكرة هتترمي. وافتكر والأيام دول. أتمنى أن أي حد يشوف المواطن هشام ده موجود في إيطاليا بلغوا الرسالة دي، يا جماعة هشام رامي أمه في مصر بقى 15 سنة، عايش ورامي أمه الغلبانة هنا في الشارع. أمك كانت بتبات في الشارع للراجل الطيب ده اللي اسمه حماده.